أمور حقيقة ينبغي أن يعني النقطة الأولى نتكلم عنها أسرار زوجية. أسرار زوجية يجب إخفاؤها، بين قوسين يجب، ما ينبغي. أسرار زوجية يجب إخفاؤها. أول سر من الأسرار مشكلات العلاقة الحميمة، مشكلات العلاقة الخاصة، المشكلات الجنسية بين الزوجين. هذا خط أحمر لا ينبغي أن يطرح، لا ينبغي أن يناقش إلا عند المتخصصين. ليش؟ لأن هذه أشياء خاصة. يعني تصوروا بأن الرجل مثلا عنده ضعف في جانب معين في العلاقة الخاصة، يعرف الآب وتعرف الأم، يعرف الأخوة، إيش تكون نظرة الأخوة لأخوهم؟ يعني نظرة يعني فيها نوع من الدونية وفيها نوع من النقص. وكذلك إذا كانت المشكلة عند المرأة، أنت ما تجيبي أولاد وأنت كذا، يبدأون بنظرة يعني فيها نوع من الاستهزاء. فأنا أقول إن كانت فعلا توجد مشكلة في العلاقة الحميمة أو في العلاقة الجنسية أو العلاقة الخاصة، يجب إخفاؤها ويجب كذلك علاجها. ليش؟ لأن أنا أعول كثيرا وأقولها في كل المحاضرات، أعول كثيرا على العلاقة الخاصة. العلاقة الخاصة مهمة جدا. أنا لم أجد في حياتي مشاكل متكررة بين زوجين وكبيرة إلا وتوجد مشكلة فعلا في العلاقة الخاصة. إذا كانت هناك مشكلات صحية أو مشكلات نفسية وخلافات متكررة أو عدة موانع أسهمت بشكل أو بآخر إلى حدوث نفور بين الزوجين، فينبغي من الآن أن تعالج وأن تصحح الأوضاع. النقطة الثانية من الأسرار التي يجب إخفاؤها الوضع المادي للزوجين. حقيقة أنتم تلاحظوا في الأزمة الأخيرة اللي استوت في الجائحة، أعرف بعض الزوجات طلبا الطلاق، بعض الزوجات طلبا الطلاق بسبب التدهور الوضع المادي للزوج. يعني إيش بيدين الزوج الحين؟ سرح من العمل، وانتم تشوفوا الأوضاع الآن، طلبت الطلاق مباشرة، وخلاص نحن ما بنعيش، ونحن خلاص، وانت ما عندك إمكانية. والزوج يحاول بقدر الإمكان إنه يلملم ويجمع ويوثق العلاقة مع زوجته، لكن أبت إلا وتطلب الانفصال. أنا أقول شيء أيها الأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أقول شيء، الشيء اللي أقول يا أخي، كنتم في السراء معا فلماذا لا تكونوا في الضراء معا؟ يعني أكلتم العيش والملح، وأكلتم في يعني بينكم عيش وملح، وأكلتم في صحن واحد، وتجاوزتم حقيقة الكثير من الخلافات التي حصلت، فأنتم الآن ما قادرين. يا أخي، يغير الله من حال إلى ماذا؟ يغير الله من حال إلى حال. فبالتالي أنا أقول الوضع المادي، المسائل المالية، عسى إن شاء الله نخصص لها حلقة، حقيقة معقدة جدا جدا، لا ينبغي هذا السر أن يفشى. ليش؟ لأن هذا السر إذا أفشيناه يؤدي إلى حدوث مقارنات. أنت ما قا يعني لو جينا خبرنا فلان أن عندنا الوضع المادي، بتقول لك لا، نحن زوجنا مشينا ويطلعنا ويشترينا. لا تتحدثي أبدا عن ظروف المادية لزوجك، وكذلك أنت أيها الزوج لا تتحدث عن ظروفك المادية لأسرتك. خليكم سبحان الله، خليكم على وضعكم، خليكم على الرتم اللي انتم عايشين فيه، خليكم على نفس النظام. هذه حياة، اليوم كذا وبكرة كذا. وأنا أعرف كثير كانوا عندهم أموال ضخمة، بالتالي بسبب التبذير والمقارنات والإنفاق بغير وجه حق، الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم في أسفل سافلين. وكذلك أعرف ناس كانوا ما شاء الله عليهم، عندهم يعني ما عندهم حتى يعني بالأكل، يعني وضعهم المادي جدا جدا بسيط، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا رفعهم إلى ماذا؟ إلى درجات عالية من الخير. فبالتالي الوضع المادي حقيقة يعني أرجو أن يكون هناك تحفظ حقيقة. ليش؟ لأن هذه أشياء خاصة، هذه أشياء خاصة. وبعدنا أجيب لكم معلومة، الزوج بطبيعته سبحان الله، بطبيعة الزوج إنه ما يحب التصريح بالوضع المادي لزوجته. ما تيجي تقولوا لي لا وانت تجامل وانت مثالي. طبيعة الأزواج يميلون إلى الاعتدال،
وطبيعة النساء تميل إلى ماذا؟ إلى حب يعني الأشر يعني شغف، ما أقول التبذير والإسراف، ولنا ذكرنا في تغريدة وكانت ردة فعل قاسية، يعني الرجل يميل إلى الاعتداء والمرأة تميل إلى نوع من ماذا، من السرف، يعني عاطفتها تغلبها أن تشتري وهذا. فبالتالي تحفظ بعض الأزواج في الجوانب المادية خوفا حقيقة من أن يظهر الصورة الحقيقية لأمواله، خوفا من أن زوجته سبحان الله يعني تقول أعطيني وأنت عندك وكذا. فتجد هناك نوعا ما تحفظ من قبل الأزواج، وحقيقة يعني أحيانا يفكر الزوج بأشياء لا تفكر فيها المرأة، مثلا يجمع لك مبلغ شهري، فتجيك الزوجة تقول لك كيف وليش نحن محتاجين، لا هو يفكر بأشياء أنت ما تفكري فيها، ويفكر في المستقبل، يفكر يستو مرض، يفكر يستو عضل، يفكر تستو مشكلة في البيت تستدعي تدخل ماذا؟ تدخل المادي. النقطة الثالثة والمهمة حقيقة العلاقات السابقة. العلاقات السابقة يعني ما ينبغي إطلاقا أبدا، لا أنصح بأن يفشي أحد الزوجين أي علاقة ماذا؟ أي علاقة خاصة قديمة بينه وبين أي شخص آخر. وطالما وجهن بعض الأخوات السؤال هل أصارح زوجي وأنا ما قادرة وأنا ظن ضميري، خطأ. أنت تريد الآن تفضي يعني أو تقطعي حبل الثقة بينك وبين زوجتك. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني التوبة تجب ما قبلها. كل واحد له ماضي أيها الأخوة، أنا لي ماضي وأنتم لكم ماضي والناس لها ماضي، لابد أنك تتصالح مع ماضيك. خلاص استويت لك مشكلة في الماضي، خلاص ولت وانزاحت وانتهت، خلاص ما في داعي أنك يعني تنبش النار كما يقول إخواننا العمانيين مرة ثانية. خلك متحفظ، يعني خلاص أنت الماضي يا أخي، ظروفك وأحوالك وقدراتك وضعك النفسي وكل شيء في الماضي كان غير، والآن أنت ويش؟ أنت غير. يعني تصور أنا أصارح زوجتي كانت اللي علاقات، إيش النتيجة تعرفوا؟ النتيجة إنه يظل الزوج شاك، قال هذه ما دام عندها علاقات سابقة أكيد بتسوي لي إياها مرة ثانية بعد زواجي. فأنا أقول حقيقة يجب أن تحفظ، بين قوسين يجب أن تحفظ كل العلاقات إن كانت فعلا هي موجودة، وحاشاكم طبعا، لكن فقط من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى ماذا؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مشكلات العلاقة الحميمة من الأسرار التي يجب أن تحفظ، كذلك الوضع المادي للزوجين من الأسرار التي يجب أن تحفظ، كذلك ماذا؟ العلاقات السابقة إن كانت قد حصلت فعلا يجب أن تحفظ. وأنا أقول يعني العلاقة الزوجية علاقة تشاركية بين الزوجين، يعني لا ينبغي أن تفشى أسرارها. نحن طلعنا، نحن سرنا، نحن جينا، نحن تمشينا، زوجي اشترى لي كذا، أيضا أذكر عن نقطة التصوير، رحت مكان صورته، جيت وصورته، ليش؟ أنت تعتقد أن الناس ما عندها؟ الناس ترى عندها. وأيضا في بعض الأسر ما عندها، فأنت احفظ النعمة اللي أنت فيها، يعني سعادتك ما مقرونة بتقييم الآخرين لك. هذه المشكلة في بعض الشخصيات، يعني نفسيا لا تشعر بالسعادة إلا من خلال تقييم الآخرين لها. وبعدين أقول لكم نقطة مهمة، ما يغركم اللي موجود في شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا أعيش مع زوجي وأنا أعيش مع كذا وأنا مرتاحة مع فلان، وكل يوم تجيب لنا صورة وثانية وثالثة ورابعة، ما يغركم هذه الأشياء. دائما أقول نحن لا ندري ولا نعلم ماذا يحدث داخل الجدران الأربعة وداخل البيوت المغلقة. حقيقة يجب الأسرار أن تحفظ. يعني حدثت مشكلة وبينك وبين زوجك، ما في داعي إنك تنقليها للأب والأخ والابن والقاصي والداني والجني والإنسي. ليش؟ الناس يعني يقيمون المشكلة، يعني ما مثل تقييمك أنت لمشكلتك. مثلا رحت طرحتي مشكلتك إلى مطلقة، أقول لك طلقي منه، افتكي مثل ما افتكيت، أو إنك رحتي وطرحتي مشكلتك لعزابي وعايش حياتك، قال لك والله أنا عايش حياتي، أنت حاكر عمرك ولا أنت حاكر عمرك. حقيقة هناك الجاهل وهناك المنتقم وهناك الحاسد وهناك العدو وهناك العاقل.
فعلا هناك العاقل، لكن هل فعلا نحن ننقل المشكلة إلى العاقل، أم أننا نزيد الطين بلة ونقوم بإفشاء السر إلى جميع أفراد المنزل؟ طالما أنا شخصيا وقفت على مشكلات بين الزوجين واصلة خلاص حدود المحاكم، الأب متدخل من صوب، الأم متدخل من صوب، والأب ماسك هاتف بنته، والأب العم ماسك هاتف ولده، ويجلس يتابع رسائل أحيانا يصلوا بدل الزوجات، إيش هذا؟ هذه ما صارت علاقة زوجية، هذا صارت حلبة مصارعة، كل واحد خل وضرب. حقيقة من الخطأ أن تصبح العلاقة مهمشة فيتلقفها الجاهل، فتصبح بعد ذلك علاقة هشة، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الانفصال أو الطلاق لا قدر الله سبحانه وتعالى.